اهلا وسهلا فيكم متابعين قناه قطسير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب اذكركم بالاشتراك بالقناه وابداء الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيره وعلق لي عليه، ما تنسى زر الجرس. هذه القناه قناتكم، اذا عندك اي مكان حاب تشوفه بس خبرني عنه وانا ان شاء الله بوصل لك له وبعمل لك عنه فيديو مميز. انا ان شاء الله طالع هلا على منطقه الجبيهة. الاخت جنان نشوان من العراق الشقيق طلبت مني اني اصور لها المنطقة اللي كانت تيجي عليها لما كانت تيجي على الأردن وأهلها، فكانوا يسلكوا طريق يجوز باتجاه الجبيهة. طبعا طريق يجوز على يميننا، أنا صورتها كثير وصورت الجبيهة، مع ذلك أنا بدي أصلح لها المعلومات اللي حكت لي إياها. أنا كانت تستأجر في أوتيل مع أهلها في شارع يجوز. شارع يجوز ما في أوتيلات، الأوتيلات موجودة في الجبيهة. أنا هيني طالع عليها من هون، طبعا أنا كنت في شارع الأردن، فأنا طالع من هون باتجاه منطقة الجبيهة اللي هي المنطقة الرئيسية عند دوار المنهل، هي اللي فيها الشقق المفروشة وفيها الأوتيلات. يعني إن شاء الله يطلع معي بالصورة الأوتيل اللي كانوا ينزلوا فيها أو المنطقة اللي كانوا ينزلوا فيها. طبعا هو شارع رئيسي واحد موجود في الجبيهة اللي هي تقريبا المنهل، دوار المنهل. طبعا ما في دوار، هي إشارة، صارت إشارة، إشارة المنهل. دوار كان زمان يعني قبل تصير المنطقة بالكثافة السكانية اللي احنا شايفينها. زي ما انتم شايفين لساتنا ما دخلناش منطقة دوار المنهل وبلشت معانا البنايات تبين. طبعا منطقة كبيرة صارت، حي مزوتين هيو على موجود على يسارنا، على لا بتوقع على يسارنا ويميننا، هو نفسه مزوتين، لا هو اللي على اليمين، هو اللي على اليمين. هلا انا بينت معي كويس لانه على اليسار تابع للجبيه، هي حي مزوتين، مزويتينا نعم بالضبط. هذا هو الحي، هذا حي جديد كله. طبعا في كثير من اخواننا العرب ساكنينه، في منهم تملك شقق فيه، يعني ما شاء الله حي جميل. انا صورت لكم اياه لما صورت الجبيهة، يعني الجبيهة انا اكثر من مره صورتها. هلا احنا داخلين بالمنطقه التجاريه الموجوده بالجبيهة اللي فيها الاوتيلات واللي فيها الشقق المفروشه، يعني منطقه زي ما حكينا حيويه. صار كثير من اخواننا العرب اللي بيجوا هون سياحه ولا اللي بيجوا علاج او بيجوا طلاب بيسكنوها، لنا قريبه جدا من الجامعه الاردنيه، طبعا قريبه من الخدمات، مش قريبه حتى الخدمات موجوده فيها بشكل كثير كبير، مطاعم كثيره فيها ومطاعم كثير مشهوره، يعني من غير ما نعد الاسماء حتى في مطاعم خليجيه جدا مشهوره فيها. هون على شمالنا التعليم العالي اللي هي وزاره التعليم العالي. هلا هاي اول اشاره بتقابلنا اللي بسموها اشاره التعليم العالي، بعدها بننزل على إشارة المنهل، من هون بتبلش معانا الأوتيلات. يعني أنا لما يعني أقرأ اسم أوتيل، هي على اليسار في أوتيل بيست هوتيل اسمه، هذا على اليسار، لأنه زي ما حكينا لكم منطقة سياحية مشهورة كثير صارت بالأخص بإخواننا العرب، يعني إخواننا العرب بحبوا هاي المنطقة كثير، وزي ما حكينا ارتفعت فيها حتى أسعار العقارات. اللي حاب يعرف معلومات كثيرة عن الجبيهة وأسعار العقارات يرجع الفيديو اللي أنا عملته عن الجبيهة. أنا هلا هذا بس للأخت جنان عشان تشوف هون سمان الشقق الفندقية على إيد اليمين. يعني زي ما حكيت لكم يعني هذا الشارع مليان فنادق ومليان شقق فندقية اللي هي الشقق اللي احنا بنسميها الشقق المفروشة. مجمع هذا على اليسار، مجمع سكني قصر اليوسفي. طبعا على اليسار أنا لأني ماشي في السيارة مش قادر أركز كثير مع الأوتيلات، بتمنى أنها تشوف الفيديو كويس وتطلع على اليمين وعلى اليسار، اكيد بتعرف المنطقة اللي سكنت فيها، لأنه هذا هو الشارع الرئيسي اللي فيه كل الفنادق الموجودة في الجبيهة. طبعا شارع يجوز زي ما حكيت لها أنا بالأول هي موجود وراء، أنا عملت فيديو كامل بس عن شارع يجوز، يعني إذا حاب تشوفه بترجع على شارع يجوز، هو بالترتيب والله نسيت رقمه، بالترتيب جاي مع طبربور، يعني إجا قبل فيديو طبربور بعدين بيجي فيديو أول شيء يجوز بعدين فيديو طبربور. البلوطي شقق فندقية، جنبه المنسي على ما أظن هيك أنا قريته، المنهل سنتر، دكتور هاشم فخوري، هذه عيادات. طبعا هذا الشارع اللي قدام كمان بيكمل معانا أوتيلات وشقق مفروشة ومطاعم. على يميننا بنطلع على مدرسة جبيهة وباتجاه دوار الأميرة بسمة ومنطقة أبو نصير. على يسارنا من هون بنروح على الجامعة الأردنية، يعني هاي الإشارة إذا وقفت على اليسار تطلع على الجامعة الأردنية. أنا حكمل لقدام لحتى أفرجيها أكبر عدد ممكن من الفنادق الموجودة في هذا الشارع، لأنه أنا متأكد أنها أكيد نزلت هي وأهلها بهذا الشارع.
اذا ما كانش بهذا الشارع بيكون على اليسار، اللي على اليسار اغلبيتهم شقق مفروشه، مش الاغلبيه هي كلها شقق مفروشه اللي على اليسار او شقق طلابيه. اما هذا الشارع فيه الفنادق لانه هذاك شارع فرعي من هذا الشارع، يعني شوفوا ما شاء الله الشارع قديش عريض لانه هذا شارع رئيسي. هذه الاشاره احنا واقفين عليها كانت زمان دوار، كانوا يسموه دوار المنهل، طبعا كانت فاضيه ما فيها بيوت كثير يعني، يا دوب طورت كثير فكان لازمها اشاره، لانه بتعرف الدوار مع ازمه السيارات بيعمل زحمه زياده مو اقل. هنا مكملين شقق فندقيه هون ابو شيء يعني ما بعرف لانه هذا قدامي ابو قبع ما بعرف. هي قدام جوهر الدين هذا الشقق المفروشه، يعني ما شاء الله زي ما حكيت اذا بتركز كويس هي بالفيديو راح تشوف كثير. هي الثوم البلديه، يعني لاحظت انه صاروا يبيعوها كثير بالفياض، الشقق الفندقيه على يساري صاروا يبيعوها كثير بال اللهم صل على سيدنا محمد بالبيكابات، يعني صاروا يبيعوا كثير هي الثوم البلديه. انا بعرفش الفرق بينها وبين الصين وبين غيرها. على كل تركز معي هون راح تشوف كثير كثير من الشقق. هي في فندق هون سويتس هيك اسمه، يعني هذا السياره الحمراء ضربني الا شحطه، مستعجل مش عارف ليه اليوم يوم جمعه، يعني انا مش فاهم، يعني المفروض يعني لساتها الساعه 10:30. هذه الاشاره اشاره جبيهة، هذه منها بتروح على اليمين على منطقه ابو نصير وعلى اليسار تدخل على شارع البلديه، وصورتهم اثنين، يعني اللي بيدخل على فيديوهات جبيهة بلاقي شارع البلديه، دغري بننزل على اشاره الدوريات اللي بعدها يعني عملوا جسر عليها، وتحت الجسر عملوا رجعوا الاشاره مره ثانيه. طبعا من اشاره الدوريات بتكمل على مدينه سويلح، انا حكمل معاكم شوي لانه الفيديو شوي قصير. على يميننا في شقق مفروشه للايجار، يعني برضه من الشقق المفروشه اللي في المنطقه هاي، صار في الفقوس نزل يعني ما شاء الله. عندنا الاشارات في المناطق هاي دائما بتلاقوا عليها البياعين اللي ببيع الورد، اللي ببيع الفراوله، اللي ببيع هلا موسم الفقوس ببيعوا فقوس واسعارهم مش غاليه مع انه هلا نزل جديد. انا ما جربت بس اتوقع انه البوكس بدينار او دينار ونص، يعني هيك بتوقع بعده نازل جديد. يعني هذا الشارع اللي قدامنا طبعا هلا حطلع منه انا باتجاه الجسر اللي بوديك على مش بوديك وبجيبك من سويلح على منطقه الجبيهة وضاحيه الرشيد وشارع يجوز. يعني انا اللي بتذكره انه بس جاي مش لا والله يمكن رايح جاي انا نسيت. يعني على كل قدامنا في دائره الاراضي شمال عمان هلا بنمر من جنبها، والسيفوي والمؤسسة المدنية اللي هي اخواننا بالخليج يعرفوها بالجمعية، الجمعية التعاونية. احنا هون شيء بيشبهها بسموه المؤسسة المدنية، وفي مؤسسة عسكرية، العسكرية خاصة بالعسكر بالجيش بالامن، يعني بيشتروا منها العسكر، وسمعت انهم يعني بيسمعوا حتى المدنيين يشتروا منها. والمدنية خاصة بالمدنيين، هي على يمينا اللي باللون الاحمر المؤسسة الاستهلاكية المدنية، شكلها فاتحة اليوم، هي في ناس موجودة طبعا بتوفر لك السلع باسعار ارخص من المولات. هذا السيف ويل على يميننا، وراه مباشره دائره الاراضي. طبعا هاي محطه جوبترول، محطه جديده يعني بنت جديد يمكن عمرها ما كمل السنه. قدامنا الجسر، لا هي زي ما حكيت انا الجسر بس للي جاي من سويلح لانه انا نسيت مع اني بستخدمه تقريبا شبه يومي. ف اللي جاي من سويلح باتجاه الجبيهة بده يطلع عن هذا الجسر، يعني خفف عليك كثير، بس يعني يا ريت لو عملوا الجسر، يعني هذا غلطة دوار الداخلية، دوار الداخلية عليه جسر باتجاه واحد، وغلطة برضه بسويلح اللي هو جسر سويلح اللي هو برضه باتجاه واحد من جسر الأميرة من شارع الأميرة هيا لحتى الشارع الرئيسي، يعني للأسف الشديد. أنا هلا لما أقدم لقدام شوي أنا عمداً كملت التصوير معاكم لأني طلعت من الجبيهة، بس صار حادث مؤسف قبل يومين على هذا الشارع، صار حادث مؤسف يعني مؤسف بشكل شديد. سيارة طلعت من السايد الثاني، هلا فرجيكم وين، بعد إشارة معروف، ودعست بنتين كانوا على يعني واقفين على الرصيف اللي تبع الخط الباص السريع اللي بالنص. يعني شكل الحادث والله أعلم على المواقع بيحكوا متعمد، يعني طلع فوقهم متعمد طبعا بعد الإشارة هاي. طبعا اذا بتلاحظوا طلعوا على الشارع كويس، كان في جسر مشاه هون زمان شالوه، كان في جسر مشاه هون زمان بيخدم المنطقه شالوه. وين المسؤولين؟ يعني هاي منطقه شعبيه اللي على يمينا اللي هو الحي الشرقي بسويلح، وديك على السايد الثاني وفي الناس اللي بدها تطلع تركب بالباص السريع او بدهم يركبوا بالباصات اللي بتودي على منطقه عمان، يعني وسط البلد
وداخليه الى اخره. هون صار الحادث على السايد الشمال بالضبط، هناك طلع ودعس البنت عند الشجرات اللي على اليسار. يعني حادث مؤسف، موجود الفيديو على مواقع التواصل، موجود على اليوتيوب، انا شفته ووصلني يعني. فللاسف الشديد منطقه قويه وفي عليها فيرماتا او بنسلينا، موقف للباص السريع، في موقف للباص السريع للركاب لتحميل وتركيب، تحميل وتركيب الركاب من هاي المنطقه. ليش ما في جسر مشاة او نفق؟ يعني انتم عملتوا الشارع جديد، يعني صار عليه حالات دعس كثير على فكره. هذا الشارع، هذا شارع مرعب جدا. هلا ما في حركه سير لانه احنا يوم الجمعه، يوم الجمعه ما في حركه سير قوي الصبح، يعني الساعه هلا لساتها 10 الا ربع 11 الا ربع، يعني لساتنا احنا الصبح، فما في حركه. تخيلوا ما في حركه بالمره. طبعا كثير صوروا، انا صورته برضه اكثر من مره، كثير صوروا الناس بصور من مجموعات سويلة على الفيسبوك، يعني بكون مسكر على اليمين وعلى اليسار، ولما يفتح شوي الشارع للاسف الشديد السيارات بتسرع، فهذا اللي بيعملنا الحوادث للاسف الشديد في هاي المناطق. يعني يا ريت يسمعونا بلديه سويلح، يعني رئيس البلديه من الناس المشهود لها بالكفاءه والناس بتحبه، لهيك بنتمنى انه يشوف هاي المشكله ويلاقي لها حل. هذا شارع سوق الذهب للي ما بيعرف سوق الذهب بسويلح. فمعلش انا حطول معاكم شوي بس اكمل كلام. ف كثير مهم وضع جسر للمشاة في هذيك المنطقة. يعني هلا النفق راح، خسرنا نفق، ما بنقدر نعمل نفق لانه الشارع جا عملوه. يعني انتوا اسستوا شارع جديد عشان الباص السريع، ليش ما عملتوا نفق تحته للمشاة؟ شلتوا الجسر اعمل نفق. هلا مش راح تقدر ترجع تعمل نفق مرة ثانية. نتمنى على بلدية صويلح تتعاون مع الجهات المسؤولة ويعملوا لنا جسر باسرع وقت ممكن، ويا ريت الجسر يكون عبارة عن سلم متحرك، درج متحرك زي الموجود عند باب الجامعة الأردنية، لأنه الحركة هون كثيفة زي الجامعة. للأسف قطع الإشارة، يعني كالعادة قطع الإشارة وطلع، ما بقدر يستنى، مشغول، تعرف الفلوس كثيرة وبيل جيتس والثاني معه بتفرق. يعني للأسف يعني الغلط خلص ماسك في الناس. فهذا رجائي من رئيس بلدية سويلح، ولهون بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، مع ألف سلامة.